مين مثلي يا جماعة لما يسوي المنبه انه بيمهد لعقله انه لازم يصحى قبل بنص ساعة، انه انا بدي اصحى الساعة 2؟ مسوية تقريبا المنبه من الساعة 1:30. انا ما بصحى الا بهالطريقة، وشوفوا شوف يعني بصحى تلقائيا من حالي الا لما يكون عندي امتحان، هيك مخي بيكون متبرمج. anyway see you tomorrow good night. Five hours later. صباح الخير، مو قلت لكم انا لازم كل هذا عشان اصحى الساعة 2؟ سمعت بس هلا تبع الساعة 2. Softening your jaw. Lift the head back to center. Let's switch sides. Stretching through the right side of your neck. And I like to bring the left hand to the top of the head just to pull the ear. إذا أنتم بتشربوا قهوة في رمضان راسكم بيصدع بسبب القهوة الأيام الأولى، أنا عشان أتخلص من هالشي بروح أسوي أي activity. It's amazing how just a little bit of yoga can do such a big difference. Bringing the hands together at the front of the heart. Bowing forward, namaste. Thank you so much yogis for doing this. نصف الخبر عبيت تخدم الأرواح. Very very good my brother. يلا يا قلبي. Oops. Goodbye. Oh, لا لا، ما هذا الجمال، ما هذا الانسياب، والله أكلة شبه صحية. أوكي شبه. نسوي بوز هلا، كل الاوراق اللي ما لهم عوزة كلهم راح ارميهم احطهم في هداك الكيس. شايفين انش عندي اوراق هون لازم تنرمع؟ هدول بس عشان امتحان واحد. لا تنسوا انكم في رمضان انكم تعتنوا ببشرتكم وشعركم، لانه بشرتنا هيك بتتعب وشعرنا كمان، فعشان اتذكركم الماسك هاد سويته اكتر من مرة. اذا بدكم تشوفوا شوفوا الفلوجات التانية. أول شيء مهم الصراحة في المذاكرة للامتحان إذا عندكم امتحانات في رمضان إنه تسووا جدول دراسي، الشيء اللي بيساعدكم أنتوا. أنا دايما بتقولولي ميرا سوي لنا جدول، بدنا جدول رمضاني. أنا بشوف إنه هالشي غلط. ليش؟ لأنه ميرا مش زيكم وأنتوا مش زي ميرا، وكل حدا فينا بيختلف وكل حدا طريقة الدراسة اللي بتعجبه. بس رح أقولكم أنا اللي بشوفها الطريقة المثالية والطريقة اللي انا بسويها. الطريقة المثالية انكم تصحوا على موعد السحور، تذاكروا، تتسحروا، تسووا واجباتكم الدينية، وبعدين تبلشوا تذاكروا لحد ما يجي الموعد اللي رح تروحوا فيه لدوامكم. بس تردوا من الدوام تبعكم اذا عندكم طاقة تروحوا تذاكروا هيك ساعة ساعتين، اذا ما عندكم طاقة روحوا سووا قيلولة، بعدين روحوا ساعدوا اهلكم، خاصة البنات انه هيك تساعدوا امكم، كمان الشباب يعني مساواة. وبعدين بس تفطروا هيك تقعدوا قعدة حلوة مع عائلتكم، تروحوا بعدين تذاكروا تسهروا شوي للساعة هيك 10 بالليل. إذا عندي امتحان يعني ومضطرة إني أكمل فبكمل، فهي بالنسبة لي طريقتي أنا. وكمان في رمضان بيجينا هيك طاقة مش طبيعية للنوم بس نفتح إنه المذاكرة تبعنا. بنصحكم إنكم تسووا هيك شاور بارد،
تغسلوا وشكم بمية باردة كمان، هالشي بيساعدكم انكم انتو تصحصحوا. واخر شيء انه انصحكم فيه انكم تذاكروا مع حدا. انا صورت لكم فيديو study with me عشان ما تحسوا حالكم لحالكم، حط لكم الفيديو هذا تحت في description box، كمان بتلاقوه في اول تعليق، فروحوا احضروا الفيديو هذا رح يساعدكم للتركيز ورح يساعدكم كمان للمذاكرة. تحت انه في التعليقات شو هو جدول الدراسة اللي انتو عم تمشوا فيه. وهلا صديقتكم ميرا الشمس عم تضرب فيها، شمس روسيا كتير قوية الصراحة، ولازم ارجع اذاكر. بالله عليكم مش شكلي بالحجاب يتغير 180 درجة؟ عن جد مش طبيعي قديش الحجاب بيغير، كمان يعني مش بطريقة وحشة، يعني بطريقة منيحة. المهم let's pray. هيك شغلة غريبة عني، بتعرفوا انه هالشي اللي انا لبسته تبع ماما ما غسلته وما ما حبيت اغسله ابدا، بس عشان اشم عليه كل مرة ريحة ماما. كل ما بتذكر اي شيء له علاقة بالدين بذكر ماما، لانه هدول قبل ما اطلع يعني من تونس هيك اعطتهم لي ماما. ما عندكم حتى فكرة قديش توحشتها وقديش انا توا بقي نصبر في روحي ونقول ميسي ليش اصبر، تو تروح لبلادك، تو تمشي لبلادك، الله المستعان. فالحمد لله على كل حال، ان شاء الله ربي يخفف غربتنا. هي حاسة حالي انه هلا كتير منيحة، تحممت، طاقة المية عندها طاقة مش طبيعية انه هيك تحمسك وتحفزك، كمان الصلاة. فبحس انه الصداع اللي كان عم بيوجعني كمان انه انا رحت نمت شوي كله راح، وهلا عنا هرمون النشاط والقوة والعزيمة. هلا عندي ما يقارب الساعة 6:30، فراح ظلني اذاكر لحد ما يجي الاذان، بعدين اروح افطر ما كتب الله لنا، بعدين ارجع كمان اذاكر. يلا فيلا خلينا نرجع. And it's very important my friends like يلا we can do it و نستغل رمضان في الخير ان شاء الله. Let's go. والله حيقولوا هاي هبلة هاي كيف صايمة. خلصت هلا تقريبا 90% من درس، لسه معايا درسين كمان. فهلا رح روح اني اسوي اكل. بتعرفوا انه الاذان عندي رح ياذن بعد شي ربع ساعة، بس رح اسوي اكل لبكرة لانه بكرة عندي امتحان وبعده لازم اذاكر الامتحان اللي بعده اللي رح يكون يعني بعد كم ساعة، يعني الفرق ما بين هدول الامتحانين.
وبس اعتقد اني انا راح اكل سوشي، فراح اطلب غالبا سوشي من برا راح اكله، وشوربه اسويها، وراح اروح هلا اطبخ شوربه لبكره. سو ليتس جو تو ذا كيتشن. انا عن جد حاسه حالي انه انا في لالا لاند واصله لاعلى مراحل الطز. يعني اي دونت كير، باكل يعني عادي جدا، الفطر تبعي الفطور تبعي باكله مع السحور مثلا عادي جدا، او انه اكل اي شيء في اي شيء ولا على بالي. يعني ما فيش اجواء رمضانيه خالص غير انه انا عم صوم يعني واسوي العبادات بس، يعني الحمد لله على كل شيء. بصراحه انه انا مش من النوع اللي بيفرق معه ابدا الموضوع هذا، انه مش بتحسس منه لانه في ناس هيك. يعني انا عادي I don't care، مفيد انه عم سوي عبادتي والاشياء الضروريه اللي علي الحمد لله. المهم يلا روح نطبخ بلا فلسفه. كل يوم تقريبا باكل سوشي. هلا عندنا الافطار، الصراحة it's so delicious. I love sushi. الله اكبر الله اكبر الله اكبر هنا صدق حلمي وبدأ، قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبات. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك سفهم دلوقتي بيداروا كسفهم، ومراهنوا عليك تخسروا. حبيت اقول لكم انه كمان عديت الحمد لله في الامتحان هذا.